السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في هذه السلسلة التعليمية لنظام الوافي برو من إنتاج وتطوير شركة ثري سوفت. عنوان هذه الحلقة: فواتير البيع، خفايا وأسرار شاشة فواتير البيع. إذا من أجل الوصول إلى شاشة فواتير البيع نقوم بالضغط على المبيعات ثم السندات. ثاني خيار لدينا هو فواتير البيع، ولكن قبل هذا يجب أن نعلم أن هذه الشاشة هي أكثر شاشة استخداما من قبل مستخدمي نظام الوافي برو، والبيع هو العملية التي يتم من خلالها بيع السلع للمستهلكين والزبائن. توجد في هذه الشاشة خفايا وأسرار وميزات لا يستطيع أي نظام غير الوافي برو القيام بها. سوف نقوم أولا بإضافة فاتورة بيع نقد وآجل وشرح ميزات هذه الشاشة أثناء الإضافة. إذا أردنا إضافة فاتورة بيع نقد ما علينا إلا الضغط على إضافة أو F6. تلاحظون أنه الخيار الديفولت لدينا والافتراضي هو نقد. يظهر النظام آليا الدفتر واحد لأنه لا يوجد دفتر غيره. نستطيع إضافتها بدون استخدام الماوس بالتنقل بأنتر. رقم الفاتورة 3 لأني قمت بإضافة فاتورتين سابقتين. ثم بعد ذلك نختار نقطة البيع التي سوف يتم البيع من خلالها. بعد ذلك نقوم بالضغط على اسم الزبون ونقوم بإدخال اسم الزبون إلزامي، وليكن فرضا على سبيل المثال أحمد عبد المنان. لماذا قمنا بجعل اسم الزبون إلزامي؟ لأنها من ميزات شاشة ومن شاشة المبيعات في نظام الوافي برو نستطيع البحث فيها من خلال اسم الزبون، وهذه من أولى النقاط الموجودة لدينا في أسرار وخفايا شاشة فاتورة البيع. بعد ذلك نقوم بالانتقال إلى المخزن. نستطيع من خلال هذه الفاتورة أن نجعل كل الأصناف تظهر من هذا المخزن آليا إذا قمنا باختياره، ونستطيع تحديد كل سلعة من أي مخزن سوف تصرف إذا أردنا ذلك. بعد ذلك نقوم بالضغط على أنتر. يقوم النظام بإظهار العملات المتاحة لدينا للبيع، وكما تلاحظون فجميع العملات التي قمنا بإضافتها متاحة للبيع، وجميع عملات العالم متاحة للبيع بها في نظام الوافي برو والتعامل معها في جميع الشاشات. نختار الريال اليمني. بعد ذلك نقوم بالضغط على أنتر فيقوم النظام بنقلنا إلى سعر الصرف، وهو سعر صرف عملة المخزون والعملة المحلية وهو واحد آليا. بعد ذلك نقوم بالانتقال بأنتر فيقوم النظام بجلب لنا الصناديق الخاصة بالمبيعات، ولنفترض أنه صندوق المبيعات هو الخاص بعملية البيع، ثم نقوم بالضغط على أنتر. ثم نقوم بعدها بالضغط على أنتر فينقلنا النظام إلى خصم مبلغ، وهنا نستطيع إدخال خصم مبلغ لإجمالي قيمة الفاتورة. بعد ذلك نقوم بالضغط على أنتر ويقوم النظام بنقلنا إلى خانة الخصم نسبة. نستطيع إضافة نسبة محددة لقيمة الخصم. بعد ذلك نقوم بالانتقال بأنتر فينقلنا النظام إلى التسعيرة. نقوم بالضغط على F9 فيقوم النظام بإظهار جميع التسعيرات الموجودة لدينا، ونختار أي تسعيرة سوف نقوم البيع بها ثم أنتر. بعد ذلك يقوم النظام إذا ضغطنا على أنتر بنقلنا إلى عرض السعر. نستطيع هنا جلب عرض السعر ما دامت المدة مفتوحة له. بالضغط على F9 فيظهر النظام جميع عروض السعر الخاصة في هذا الحقل، ونقوم بالضغط على أنتر ثم جلب فيقوم النظام آليا بجلب جميع أصناف عرض السعر. إذا أردنا الانتقال إلى الخانة التي فوقها نقوم بالضغط على أنتر فيقوم النظام بنقلنا. إذا أردنا أن نقوم بإضافة مادة أخرى نستطيع إضافة صنف آخر إلى الفاتورة مضافا إلى عرض السعر السابق. بالضغط على F9 فيظهر النظام جميع الأصناف التي قمنا بإضافتها. إذا أردنا البحث نقوم بالضغط هنا وكتابة اسم الصنف أو جزء من اسمه فيقوم النظام بإنزاله آليا. بعد ذلك نقوم بالضغط على أنتر ونستطيع تغيير المخزن الخاص بهذه السلعة من هنا. هذه إحدى خفايا
شاشة أو فاتورة المبيعات أننا نستطيع أن نصرف فيها أو نبيع فيها كل سلعة من مخزن إذا أردنا. بعد ذلك نقوم بالضغط على Enter، نلاحظ أن النظام قام بإظهار الكمية الموجودة من هذا الصنف آلياً. ما علينا إلا التعديل على الكمية إن أردنا، وهذه من ميزات نظام الوافي برو الكبيرة جداً. إذا ضغطنا على Enter يقوم النظام بنقلنا إلى الحقل الثاني وهو فرعي، يعني إذا أردنا أن نبيع من هذا الصنف كمية فرعية نقوم بإدخالها. إذا انتقلنا بأنتر يقوم النظام بنقلنا إلى نهائية. إذا انتقلنا بعدها بأنتر يقوم النظام بنقلنا إلى هنا. الآن سوف نقوم بشرح إحدى أو أهم خفايا شاشة المبيعات في نظام الوافي برو. نستطيع أن نقوم بمنح الخصم على مستوى السلعة الواحدة، فإذا قمنا بالتأشير هنا ثم الضغط على المبلغ نستطيع أن نقوم بالخصم على مستوى عصير سيزار فقط بمبلغ أو بنسبة. إذا أدخلنا 100 ريال يقوم النظام بخصم 100 ريال في هذه السلعة، وفي السلعة الثانية نقوم بإدخال نسبة ولتكن 10% يقوم النظام بمنح العميل 10% نسبة مباشرة وتظهر هنا. يوجد لدينا في الوصف إذا أردنا أن نقوم بكتابة وصف خاص بكل سلعة ليظهر في الطباعة إذا أردنا. أما تاريخ الانتهاء فهو من إحدى ميزات نظام الوافي برو الكبيرة جدا، ومن أجل فهمها بشكل أكبر نقوم بإضافة سلعة ثالثة ولتكن عصير ربيع، ثم نقوم بإضافة الكمية منها ثم الانتقال بأنتر. الآن إذا ضغطنا في الحقل الخاص بها، طبعا أول حقل هو خاص بالسلعة الأولى من الوصف وتاريخ الانتهاء مركز التكلفة وكذلك الخصم الخاص بها. كذلك نستطيع الآن إذا قمنا بالتأشير عند تاريخ الانتهاء لهذه السلعة ب9 يقوم النظام بإظهار جميع تواريخ الانتهاء الخاصة بهذه السلعة، وما علينا إلا اختيار السلعة هذه من أي تاريخ انتهاء سوف نقوم بصرفها. بعد ذلك مركز التكلفة، من ميزات نظام الوافي برو الكبيرة جدا والنادرة أننا نستطيع إضافة مركز تكلفة لكل سلعة على حدة. كذلك إذا قمنا الآن بشرح بعض ميزات نظام الوافي برو، إذا قمنا بالتأشير هنا بالماوس أو بزر الماوس يمين تظهر لدينا عدة خيارات هي أسعار البيع. إذا قمنا بالتأشير عليها يظهر لنا النظام أنه لا يوجد أسعار مبيعات خاصة بهذه السلعة. كذلك إذا قمنا بالتأشير بزر الماوس يمين أسعار الشراء يقوم النظام بإظهار أسعار الشراء الخاصة بهذه السلعة كما تلاحظون أمامكم. كذلك إذا قمنا بالضغط على زر الماوس يمين آخر خيار لدينا بيانات السلعة، يقوم النظام بجلب بيانات السلعة ونستطيع أن نعرف الوحدة الرئيسية والفرعية والعبوة للوحدة الفرعية والوحدة التحليلية والعبوة للوحدة التحليلية واسم الصنف الطول والعرض والارتفاع والوزن. كذلك يوجد من خفايا وأهم ميزات نظام فاتورة أو نظام الوافي برو في شاشة فاتورة البيع التكاليف الإضافية. نستطيع إضافة تكاليف إضافية على هذه فاتورة البيع إذا قمنا بنقل المبيعات نحو، فلنفترض أننا قمنا بنقل المبيعات بمبلغ 2000 ريال، ثم عند رقم الحساب يظهر الحسابات التحليلية الموجودة لدينا في الدليل المحاسبي ونكتب نقل، فيقوم النظام بإظهار نقل المبيعات آليا ثم عملة هذا الحساب. ومن خفايا وأسرار شاشة فاتورة البيع أننا نستطيع إضافة هذه التكاليف الإضافية بعملة أخرى إذا أردنا. كذلك الآن بعد ذلك نقوم أيضا بالتنويه عن الرقم والرقم البديل. ماذا نقصد بها؟ الرقم يعني رقم السلعة الذي قام النظام بجلبه آليا، والرقم البديل هو الرقم المصنعي، ونستطيع أن نقوم بإضافة الرقم البديل أو الرقم المصنعي بالتأشير عليه من خلال فاتورة البيع فقط. كذلك هناك خيار في النظام القاعدي اعتماد الرقم البديل أو رقم السلعة في جميع الشاشات الموجودة لدينا. هنا يوجد مربع صغير على يمين السلعة، إذا قمنا بالضغط عليه ثم F9 يقوم النظام بإظهار الأصناف المركبة إذا كنا قد قمنا بعمل أصناف مركبة.
إذا قمنا بالضغط على F10 يقوم النظام بحفظ الفاتورة آلياً ولكن هنا بعد التأشير على صح هنا قام بحذف السلعة الأولى ومن أجل حذف السلعة الأولى هذه إذا لم نكن نريدها نؤشر عليها ثم نقوم بالضغط على ديليت وأنتر فيقوم النظام بحذفها آلياً بعد ذلك ما علينا إلا الضغط على F10 فيقوم النظام بحفظ الفاتورة من خفايا وأسرار شاشة فاتورة البيع أننا إذا قمنا بالضغط على F10 وهي محفوظة لدينا يستطيع المستخدم أن يقوم بطبع الفاتورة آلياً وإليكم إحدى ميزات شاشة فاتورة البيع إذا كنا فقط فاتحين أو شاشة فاتورة البيع مفتوحة لدينا إذا ضغطنا على F1 يقوم النظام بإظهار اسم السلعة والمخزن والرف النهائي لها والكمية الرئيسية في كل رف وفي كل مخزن خاص بها والكمية الفرعية والكمية التحليلية وكذلك التكلفة أما إذا أردنا الاستعلام عن تكلفة السلعة هذه فقط فما علينا إلا الضغط على F9 بعد التأشير عليها فيقوم النظام بإظهارها وإظهار تكلفتها آلياً هذه من خفايا وأسرار شاشة فاتورة المبيعات ولكن ليست كل الخفايا وليست كل الأسرار الآن إذا أردنا أن نقوم بإضافة فقط سلعة واحدة على هذه الفاتورة ما علينا إلا التأشير هنا ثم F6 فيقوم النظام بفتح حقل آلياً في الفاتورة فنقوم بالضغط على F9 واختيار السلعة التي سوف نقوم بإضافتها على الفاتورة وتحديد كميتها ثم F10 فيقوم بحفظها إذا أردنا حذف هذه السلعة فقط فما علينا إلا التأشير عليها وحذفها من هنا فقط إذا أردنا أن نقوم بتعديل الفاتورة من خلال تعديل اسم الزبون أو نقطة البيع أو أي شيء ما علينا إلا التعديل والضغط على الحقل المراد التعديل فيه وتغييره ثم الضغط على زر حفظ الآن إذا قمنا بإضافة فاتورة بيع آجلة واستكملنا باقي خبايا وأسرار شاشة فاتورة البيع إذا قمنا بالضغط على إضافة وأردناها فاتورة آجلة أولاً يجب أن نقوم بالتأشير قبل ذلك بالتأشير على نوع الفاتورة أو عند التأشير على اسم الزبون ثم إضافة يقوم النظام بإضافة نفس الفاتورة لنفس الزبون ثم إذا قمنا الآن بالضغط على F6 وأردنا أن نجعل هذه الفاتورة آجلة ما علينا إلا الضغط على آجل وثم التنقل بأنتر فيقوم النظام بإظهار الدفتر آلياً ثم نقطة البيع عند اسم الزبون الوصول إليه هنا إحدى خفايا وميزات شاشة فاتورة البيع تظهر هذه شاشة أسماء العملاء آلياً وما علينا إلا البحث عن اسم العميل الموجود لدينا بدون الضغط هنا الضغط ثم البحث عن اسم العميل الموجود لدينا فيقوم النظام بإظهاره آلياً بعد ذلك ننتقل بأنتر ونحدد المخزن ثم عملة هذه الفاتورة ثم بعد ذلك سعر الصرف آلياً يقوم النظام بإظهاره بعد ذلك نقوم بإدخال الخصم إن أردنا أن يكون مبلغ ولنفترض أن الخصم كان 2000 ريال بعد ذلك نقوم بالانتقال بأنتر ثم تحديد التسعيرة الموجودة لدينا ثم الانتقال بأنتر إلى حقل المادة الآن نقوم بالضغط على F9 واختيار الأصناف التي قام الزبون بشرائها ثم الانتقال وتعديل الكمية وللعلم هذه الميزة الموجودة لدينا بإظهار الكميات آلياً ليست إلزامية نستطيع من النظام القاعدي تعديلها وجعل الكمية الرئيسية تظهر صفر أو واحد أو يظهر واحد مكان الكمية الفرعية أو النهائية كما يريد المستخدم ولنفترض أنها 10 بعد ذلك ننتقل إلى الحقل الثاني ونقوم بالضغط على F9 ونختار اسم السلعة الثانية أو البحث عن اسمها هنا فيقوم النظام بإظهارها آلياً بعد ذلك تغيير المخزن إذا أردنا أو تغيير الكميات التي قام العميل أو الزبون بشرائها بعد ذلك ما علينا إلا الضغط على F10 للحفظ إذا أردنا إضافة تكاليف إضافية فمن الممكن إضافة تكاليف إضافية كذلك إذا أردنا أن نقوم بكتابة الوصف
نستطيع كتابة الوصف عند كل سلعة على حدة، وإذا أردنا كتابة البيان الخاص بالفاتورة نقوم بكتابته في حقل البيان في أعلى الشاشة. كذلك كما شرحنا سابقا نستطيع منح الخصم على مستوى السلعة الواحدة. إذا أردنا الحفظ ما علينا الضغط على F10 فيقوم النظام بحفظ الفاتورة آليا. الآن لدينا إحدى ميزات نظام الوافي برو الكبيرة جدا جدا، والتي لا توجد في أغلب الأنظمة الموجودة في السوق المحلية، طرق البحث في شاشة فاتورة البيع. نستطيع البحث من جميع مكونات أو الجزء العلوي لشاشة فاتورة البيع. نستطيع البحث من خلال رقم الفاتورة أو من خلال نوع الفاتورة آجل أو نقد أو تاريخ الفاتورة أو اسم العميل أو من خلال نقطة البيع أو من خلال الدفتر أو من خلال الخصم الممنوح. فإذا قمنا بالضغط على زر بحث ثم قمنا هنا بالضغط على F9 أو قمنا بإدخال التاريخ الموجود في حقل التاريخ، ثم بعد ذلك نقوم بالضغط على عرض، يقوم النظام بإظهار جميع الفواتير في هذا التاريخ كما تلاحظون. إذا قمنا بالضغط على بحث ثم نقد ثم عرض يقوم النظام بإظهار الفاتورة آليا. إذا قمنا بالضغط على بحث ثم قمنا هنا بجعلها آجل ثم عرض يقوم النظام بإظهارها كذلك آليا. إذا قمنا بالضغط على بحث ثم عند اسم الزبون قمنا بإدخال اسم الزبون الذي قام بالشراء منا فرضا محمد حزام ثم عرض يقوم النظام بإظهارها آليا. الآن إذا قمنا بالضغط عن بحث ثم في حقل خصم مسموح به قمنا بالضغط على شيفت وحرف الزين ثم صفر وعرض يقوم النظام بإظهار جميع الفواتير التي كان فيها خصم. وإذا أردنا أن نبحث عن اسم الشخص وليس عميل موجود لدينا نقوم فرضا بالضغط عن بحث وعرض والانتقال. إذا كان اسم زبون نقوم بالضغط على بحث ثم هنا نقوم بالضغط على علامة بالمئة وكتابة جزء من اسمه فرضا ثم علامة بالمئة مرة أخرى ثم الضغط على عرض فيقوم النظام بإظهاره. لاحظوا مدى روعة شاشة فواتير المبيعات، فهي إحدى أقوى شاشات نظام الوافي برو على الإطلاق. الآن بعد هذا نستطيع تعديل الفاتورة كما شرحنا سابقا وإضافة أي فاتورة نريدها سواء كانت من عرض سعر أو فاتورة آليا أو فاتورة آجلة أو نقد أو شيك لزبون أو لعميل. نستطيع التعامل في هذه الشاشة بكل سهولة ويسر. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، نتمنى أن تكونوا قد استفدتم. نلقاكم بمشيئة الله في حلقات قادمة، إلى اللقاء.